نسلمك يا فوز. شو هالغيبة يا فوزو؟ شو هالغيبة يا هي؟ أهلين وأهلين عمي فواز. الله حي الشباب عمي. لك ما حلو الحارة من دونك عمي فواز. سلام يا سلام يا أبو سمرة كلك زور. وينك يا زلمة؟ طول ما طول طول. مشاغل أغب بيروت عمي. تمام حالك كاس شاي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الفوزو هذا؟ شو الفوزو هذا؟ امسك يا امسك يا زلمة الأغر. حليان 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 كثير. شو جابوا لفواز بهالوقت بالذات؟ خبي رزق عنه. بس السيد حسان قال لي إني ما جيب سيرة لحدا. شو هالحكي لك فواز؟ مثل ما عم قلكم. ايه ما طلعنا على بيروت مرة تانية. هالكم يوم بس ليفضى مراد اغا. معناته قعدتك بالحارة مو مطولة. لا مو مطولة. صحيح قبل ما انسى. خير؟ هذا مكون لمحلي خنجري؟ ليش خنجرك ما كان معك؟ هذا يا سيدي بعد الحادث، مو شلشت وبعدتي عند ابو العز؟ ايه. واجت سفرتي على بيروت مثل القضا المستعجل. المهم بعد ما طلعت على بيروت وتركنت، تذكرت انه خنجري مو معي. قلت لحالي يعني بلكي حدا منكم شايفه ضاب لي اياه. شبك لك فواز؟ مين بده يخطر ببالي يضبط لك الخنجر تبعك بهي العجقة؟ اساسا انا ما انتبهت على الموضوع كله. ولا انا خايف كون واقع بيد حدا يا جماعه. هي السيره ماتت لك فواز. طنش طنش على الموضوع. واساسا ما عاد حدا حكى فيها بنوب. اكيد معلوم بيناتنا الحكي. عضت كوساي بكون مراد اغزى عين الحاره. عم تسمع شو هالحكي؟ لك يا شو عادي عم لعب هون لك فواز. إيه لك اذا هيك بري عليكم. وي احلى كاسه شاي لاحلى سيد فواز. تفضلوا. اهلين مسعد افندي. اهلين بالشباب كلك. الله حيوه يا مسعد. الله حيوه. ان شاء الله الف صحه والحمد لله على السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام. هلا ابو الفوز. اهلا بسكرتاويه. سبق وقلت لك يا عمي يا حمزة أنا مالي موني على البنت لأنه إلها أب هو اللي ببت بالأمر يلي عم تحكي عنه. وأنا جاي وكل رجاء يا عمي أبو الهيبة دلني على محله. قلت لك مسافر. لوين؟ أنا ما مر علي بني آدم لحوح ولجوج ومجادل مثلك. لأنه بصراحة من آخره يا عمي أبو الهيبة حاسس في إنا بالموضوع والطريقة اللي كانت هربانة فيها عزيزة ما بطمن بنوب. سلام قولا من ربي الرحيم. ولنفترض هذا الشيء من وين لوين حتى تعرف اسرار الجماعه؟ لحد هلا ما بتعرف من وين لوين يا ابو الهيبه؟ لحد هلا ما عرفت؟ هات يا سيدي فهمني. سبق وقلت لك انه انا طلبت ايد البنت على سنه الله ورسوله وما حدا بياخذها مني غير على دمي غير اذا هي رفضت. هذا بيصفى شيء ثاني. اخي ليجي ابوها للبنت تصفل منك له. عمي 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 ابو الهيبه جدرك.
عليكم. السلام. ميدا ريوس عليك ورجاء. سيفو هتا. كم واحدة يا دو؟ دول ثلاثة وبقيان جوا ثلاثة. تبريزي وين؟ جيب عمد. يلا قول الله قول الله. يلا يلا. مسحات. لا عمي تعال. مر معلي. شو اللي عم اسمعوا عنا؟ شو سمعت عمي أبو طالي؟ أنت وأبو الهول. على كل حال اليوم أنت معزوم لعنا. بعد العزيمة بنحكي. نتشرف. بس أكيد أبو الهول شالوا علي. عيب. أنت قبضاي وأبو الهول قبضاي. هلا كان عم بيقول لي عنده إياك بالدنيا كلها. هو لك الحكي؟ طبعا. وأبو الهول ما بيبدلك بكنوز العالم كله. لك ليش بده رجع النستورة أختي عمي أبو طالي؟ قلت لك بعد المناسبة بنحكي. بعون الله رح تنحل. ماشي زعيم أنت بتأمر. قول الله قول الله. ليه مدروك؟ نورت. لحظة واجهوها؟ لا والله يا زعيم انتظروك بس وقت لقوك ما اجيت كل واحد راح بحال سبيله. يلا بسيطة. وصوني إلك إنه الليلة إن شاء الله جايين كلهم على المناسبة. إن شاء الله إن شاء الله. خطوف رجلك على البيت شوفهم شو ناقصهم. يلا يلا أمرك. شو بدي أقول لك يا ست أم طالي؟ تفضلي تقبريني. أخوك أسعد بيك بده يسافر بمهمة حكومية على مصر يوم السبت الجاي. إن شاء الله إلهي بيروح وبرجع لك بالسلامة. لذلك بده يعمل العرس يوم الخميس الجاي من بعد إذنكم. يا تقبريني ما منلحق. إذا عملتوا جهدكم بتلحقوا. ولا ما بدك أبو العريس يحضر عرس ابنه يا ست أم طالي؟ لا تقبريني مو هيك قصدي. طيب شو رأيك من أجل العرس لحتى يرجع جوزك من مصر؟ والله أنا ناطف قلبي لحتى أفرح بهالولد. يفرحك بابنك طالب وعن قريب ونشفت عيوني لبين ما رجع من الأسيتانة مشان أفرح فيه. والله ما بعرف شو بدي قلك. بدون ما تقولي شي يطعمك زيارة الرسول تقنعي أخي أبو طالب. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. وإذا خايفين من جهة التفاصيل وخلافه ما يكون عندك فكرة منوب. أنا عندي ناس يقوموا بهالشي خلال يومين ثلاثة. لا تقبريني مو شغل التفاصيل. بس يعني بعد إذنك بدي أخذ رأي أبو طالب. هيك الأصول تقبريني. أختي أم طالب بدك تقنعي بأي طريقة يطعمك الحجة. خلص تقبريني خلص. إن شاء الله بصير خير. إيه خير إن شاء الله. وين بتعرفيها لالا معاك؟ ما بعرفها ستي. لكن ليش كنتي عم تتهامسي انت وياها؟ دقيقة ما كنا عم نتهامس. لك شفتك بعيني. لا ستي انا ما كنت عم تهامس معها بس انا من محبتي واعجابي فيها حبيت سلم عليها. ايوه اكيد هالحكي؟ طبعا اكيد يا ستي. شو بدي كذب عليكي؟ خلص روحي روحي. على عيني وراسي. فتشوا اللي بدكم يا أهلا وسهلا. في غيرك وغير أبوك بالمقبرة؟ لا لا بس أنا وأبي والحرمة. إن شاء الله هيك بتقوم بالسلامة ويستر على حريماتكم. لا تقلي عم بتولد كمان. إن شاء الله إن شاء الله ننرزق لنا بشي صبي هيك على وشكم. بالإذن لفوت خلي حرمة تتستر. بس بسرعة. على عيني. يا أهلي ومسهلين. السلام عليكم يا أبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا أبي. قال لي عمي إنك بعت وراي. ايه يا بي ايه. كيف شايف شغلك عند عمك؟ ماشي حاله. معي بتعلم. يا بي بصراحة انت هواك هنيك اكتر ولا هون اكتر؟ طالما سألتني بصراحة انا بهو كار لحلاقة اكتر وخاصة لما بينادوا لي حكي. طيب يا بي طيب. من اليوم ورايح الدكان لك
انت المعلم وانا اللي اجيت عندك منيح هيك؟ صلاة محمد يا بي؟ ايه يا بي ايه. هات ايدك لبوسه. الله يرضى عليك الله يرضى عليك.